وتعالوا بقى عشان نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه مع زميلتنا ساله حامد. هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا ساله، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم بالفعل انا حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وطبعا الانشطه الاجتماعيه اللي موجوده في جميع فروع النادي الاهلي سواء مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع الشيخ زايد ومدينه النصر. يمكن كمان خليني شويه اتكلم عن الانشطه الاجتماعيه وانشطه اللجان في جميع فروع النادي الاهلي. يمكن اعلنت لجنه المراه يعني من ايام اعلنت عن تنظيم ندوه تحت عنوان تغذيه سليمه حياه افضل. يمكن الندوه دي ان شاء الله هتتنظم يوم الجمعه القادمه تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه. لجنه المراه او عضوات لجنه المراه فكروا ان هم ينظموا ندوه يعني تفيد اعضاء النادي الاهلي بالاخص يعني كل المعلومات والمواضيع اللي تتعلق بالتغذيه. يمكن قرروا ان هم ينظموا الندوه دي يوم الجمعه القادمه في تمام الساعه 7 مساء امام يعني الشاشه الرئيسيه. يمكن ده بقول لكل عضوات النادي الاهلي عشان يحضروا الندوه يوم الجمعه القادمه. وكمان ان شاء الله الندوه دي هيكون موجود فيها دكتوره رضوى نبيل يعني اخصائي تغذيه علاجيه، وهتكون متواجده عشان ترد على كل اسئله عضوات واعضاء النادي الاهلي اللي متعلقه بالتغذيه، وكمان تديهم وتنصحهم يعني بمعلومات متعلقه بالتغذيه عشان تفيدهم طبعا ويحافظوا على صحتهم. فبقول تاني يعني او بنوه لاعضاء النادي الاهلي انه ان شاء الله الندوه دي هتقام يوم الخميس في فرع الشيخ زايد الساعه 7 امام الشاشه الرئيسيه. ده بالنسبه لانشطه اللجان. كمان خليني اروح واتكلم شويه عن جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. ويمكن بالنسبه لكل الفرق يعني الموسم انتهى خلاص بالنسبه لجميع الفرق ما عدا فريق واحد وهو فريق السيدات للكره الطايره او فتيات الذهب الحاليه متواجدين في تونس عشان يعني يخوضوا جميع مبارياتهم في بطوله افريقيا للكره الطايره سيدات. يعني امبارح يمكن شفنا يعني مباراه قويه جمعت ما بين النادي الاهلي وكارتاج التونسي، وقدروا فيها فتيات الذهب ان هم يفوزوا على كارتاج التونسي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن يعني نتيجه اول شوط كانت 25-22، ثاني شوط 25-21، وثالث شوط 28-26. يمكن بعد طبعا يعني كل تعليمات وتوجيهات كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق الطايره سيدات بعد تعليماته يعني وكمان كل الامور اللي اتكلم فيها مع سيدات الطايره في محاضره الفيديو اللي قبل المباراه، يمكن اتكلم عن كل نقاط الضعف والقوه الموجوده عند كارتاج التونسي حامل لقب بطوله افريقيا الموسم الماضي. قدروا يعني سيدات الطايره في المباراه باداء قوي واداء متميز ان هم يفوزوا على كارتاج التونسي حامل اللقب بثلاث اشواط. يمكن النهارده ان شاء الله يعني خلاص يعني سيدات او فتيات الذهب تاهلوا بشكل رسمي للمباراه النهائيه، والنهارده هتكون المباراة النهائية وهيواجهوا فيها نادي البنك التجاري الكيني. ويعني لو ان شاء الله النهارده فازوا سيدات الطايره كده يعني هيستعيدوا اللقب تاني، لقب افريقيا اللي غايب عن النادي الاهلي لسنين، فان شاء الله النهارده يفرحونا ويأدوا اداء قوي ومتميز ويفرحونا كالعاده في جميع البطولات بعد ما حصدوا بطوله كاس مصر والدوري العام لكره الطايره هذا الموسم. كمان خليني اتكلم عن الكرة السله، ويمكن يعني المدرب منتخب مصر ومنتخبنا الوطني لكره السله روي رانا اعلن عن يعني القائمه اللي ان شاء الله هتخوض تصفيات كاس العالم سنه يعني 2022 لكره السله، واللي هتقام في شهر يوليو القادم في برج العرب بمدينه الاسكندريه. يمكن اعلن عن القائمه وشفنا يعني في القائمه ان هي بتضم 7 من لاعبي النادي الاهلي وهم يعني نجوم النادي الاهلي الكبار: عمر عزب، إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر، سيف سمير، وعمر طارق. ويمكن يعني شفنا في القائمة بتشهد يعني عودة مرة أخرى محمد أبو النصر بعد غياب طويل عن منتخبنا الوطني، ويمكن ده بسبب يعني أدائه القوي والمتميز خلال الفترة الماضية مع مستر جاستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي.
واكيد يعني جميع لاعبي النادي الاهلي بعد حصولهم كمان على اربع بطولات الموسم ده، بطوله البطوله العربيه وبطوله كاس مصر وبطوله الدوري المرتبط وبطوله السوبر المصري لكره السله اللي كان غايب عن النادي الاهلي لمده 8 سنين، وقدروا تاني ابطال النادي الاهلي ان هم يرجعوا البطوله تاني بعد الغياب ده كله. يمكن ده يا كريم يا هوان ده كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا هوان لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كريم، تفضل. نشكرك زميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا لك. شكرا لك يا سالة.